معالي الوزير في نتلاقاو في دار الامان. السيد الولي المحترم الذي احترمنا لكم يفوق كل البروتوكولات، لانكم عندما تتكلمون على ولايه تيزي وزو نقول كيفاش يرجع سعيد هذا لحبكم لولايتنا وشكرا. معالي الوزير، تمنيت ان ثاني شفنا تصور شابين الله يبارك يعني شي يشجع، بصح بغيتك راسلتكم في ميلي فات وتكفلتوا بانشغالنا بارك الله فيكم في اجال جد قياسيه، ولكن تمنيت اليوم لو كان جيت باش تزورها وشوفوا تصور تاع سونتر دو فورماسيون تاع زرقاء اللي ان ديتوندور تاع الغاز من 2015 ما تخدمش، شي مؤسف يعني باش نشوفوا الاخر. انتم تكفلتوا في اقرب دراستكم، عندي الارساليه راهي معي عندي بارك الله فيكم بالصح، وبغيت نعرف المتابعه نتاعكم في الميدان وعلاش ما شفناش تصور هنا نشوفوا الحاجه المليحه والحاجه مش مليحه بارك الله فيكم. شكرا. كيف نشوف مركز عزازكا وقدمنا ايضا اقتراحات جديده بالنسبه للبرنامج الثانوي 2023 على معهد واغنور. مركز عزازكا تم اعاده الاعتبار لكل الهيكل البيداغوجي سواء كانت التغطيه الحديديه وورشات العمل ومكاتب الموظفين على مستوى الجناح الاداري والبيداغوجي، باعتبار ان الجناح الاول ظهر عليه تشققات وقمنا بخبره تقنيه مع السي تي سي وقدمنا المشروع التسجيل الجديد، مازلنا غير الهياكل البريفابيل. معليش تسجيل معليش، بشحال التونتور تاع الغاز مازال في وسط عزازكا؟ نعم. من اكبر دوائر الجزائر يطيبوا بالكروبا، التدفئه ما كاش، كيفاش يجيك واحد يقرا في لاطول هذيك تاع الكربانيزي ويقرا؟ ما يقراش، لازم ديروا دو بون كونديسيون الاولاد باش يقرا. نعم. قال لك معالي الوزير لازم يفوت لك يدي ما كان يبدا تراكسيون، لازم الاستقطاب الشباب يكون عنده دو بون كونديسيون، علاش ما يتبعش؟ نعم، الاتفاقيه على مستوى المراقبه من طبيعتنا في زياره الولايات كيقوم الوزير ببعض المؤسسات، احنا عندنا بعد ذلك تكون لجنة من إطارات الوزارة تزور كل المؤسسات اللي ما زارهاش الوزير، وبالتالي هذه تقاليدنا في الزيارات، وبالتالي فإننا سنزور كل المؤسسات 100% ونرفع الإنشغال التحيط ولعلنا تقارب التحيط إن شاء الله بإذن الله نتكفل فيما هو تعرف فيما هو مستطاع وباش نقدموا لاحسن لولايتنا هذه ولولايه الوطن احسن عروض. فنطمئنك بان التقرير يوصل 100%. انا راسلتكم وجاوبتكم بالنقائص، بارك الله فيكم معالي الوزير، بالنقائص والاخر وتحت يعني تحت الحمايه تاع السيد الوالي انا المسؤول الاول يساعدنا في هذا الامور ومحب ومحب للقطاع وتيزي وزو والرئيس من النهار اللي جيت من الساعه اللي جيت هو يتكلم لي على الولاد. فهذا اهتمامنا كامل، اهتمامكم ايضا. وانا ثاني كنت نقولها لكم في المجلس الشعبي الوطني ثاني راه عندكم مسؤوليه الكلام عن القطاع، وان شاء الله يوم الاثنين راح نكون عندكم باش نعرض يعني القطاع ومتطلبات القطاع، وان شاء الله باذن الله يكون هذا يعني هذه المراكز ضمن انشغالات ان شاء الله. بارك الله فيك.